دخل العديد من اللاعبين على مستوى العالم وعلى مدار تاريخ الإسلام رغم نشأتهم في أوروبا وسط عادات وتقاليد وثقافات مختلفة، وربما يكون آخر هؤلاء اللاعبين هو الغاني توماس بارتي لاعب وسط أرسنال الإنجليزي. على الجانب الآخر، تحدثت العديد من الشائعات عن دخول لاعبين الإسلام، ومن بين هؤلاء اللاعبين الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي عاد الحديث عن إسلامه مع انضمامه رسميا لنادي النصر السعودي. حسم الجدل بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي ظل دون ناد خلال الفترة الأخيرة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق منافسات كأس العالم الأخيرة. رونالدو نفى سابقا أنه سينضم للنصر السعودي قبل أن تؤكد الصحافة السعودية أن الدون البرتغالي وقع عقود الانضمام للنادي لمدة موسمين ونصف، بينما سيتولى مهمة جديدة عقب نهاية رحلته داخل الملاعب. رونالدو سيكون سفيرا للملف السعودي المصري اليوناني المقدم لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030 طبقا لعقده المبرم مع النصر السعودي خلال انتقالات الشتاء الحالي. في ابريل الماضي ظهرت تقارير تشير الى ان رونالدو الذي كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد وقتها يخطط لاعلان دخول الاسلام مع نهايه العام الجاري. التقارير تداولتها عده صحف ونسبتها لصحيفه اس الاسبانيه والتي تعتبر الاقرب لرونالدو منذ الفتره التي لعبها رفقه نادي ريال مدريد خلال الفتره من 2009 وحتى 2018. الصحافة العالمية أكدت بعد ذلك بالرجوع لصحيفة آس الإسبانية لم يتم إيجاد أي أخبار بخصوص إسلام رونالدو أو نيته إعلان إسلامه مع نهاية العام كما تردد. حبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة تحدث التقارير عن سعيه لإقناع رونالدو بدخوله الإسلام، خصوصا في ظل الصداقة التي تجمع الثنائي وظهورهما معا في أكثر من مناسبة. محمدوف نافى بعد ذلك أنباء التي المترددة في هذا الشأن، مؤكدا أنه يحترم إيمان كل شخص بدينه وأنه لم يتحدث مع رونالدو على الإطلاق في هذا الشأن أو بخصوص أي أمور عقائدية. بعد إعلان انضمام رونالدو لصفوف النصر السعودي عاد الحديث من جديد بخصوص احتمالية دخوله الإسلام، إذ تحدثت عدد من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن. رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين انضمام رونالدو للنصر وتواجده في العاصمة السعودية الرياض واحتمالية اقتناعه بالإسلام وإعلانه اقتناعه خلال الفترة المقبلة. ما قدمته قطر في مونديال 2022 والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي والاحتفاظ بالهوية العربية خلال البطولة كان له أثره على كل المشاركين من لاعبين وجماهير، ونال إشادات واسعة حتى وصل الأمر لإعلان بعض الجماهير اعتناق الإسلام. ما يثار حاليا بشأن اعتناق رونالدو الإسلام مجرد توقعات من بعض الجماهير المنتمية لنادي النصر السعودي، فهل تكون هذه الخطوة المقبلة بعد إقناع الدون بالتواجد في الدوري السعودي؟ مشاهدينا، كان هذا هو نهاية البث، شكرا لكم.